أهلا بكم مشاهدينا، ونحن نكتب التاريخ. إلى أي حد استفدنا من دروسه على مر القرون والعقود والسنوات؟ كل هذا سنتعرف عليه بعد فاصل قصير من حوار الليلة، ابقوا معنا. الأستاذ نجمان ياسين، الأديب، الكاتب، المؤرخ، وعناوين كثيرة. أين تجد نفسك من بين تلك العناوين بعد الترحيب عبر حوار؟ شكرا لك وللشرقية على هذه المحبة والاحتفاء بالتاريخ الروحي للإنسان. أنا أجد نفسي بالدرجة الأساس في القصة القصيرة، ومن ثم في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي، والذي هو اختصاص نادر جدا ولعلي الوحيد في جامعة الموصل الذي أحمل راية التاريخ الاقتصادي والاجتماعي، ويحمل معي حاليا ولاحقا مجموعة من طلبتي النابهين هذه الراية الصعبة والعالية والخفاقة. وأيضا أجد نفسي حقيقة في نقد الفوتوغراف، وربما في قصيدة النثر، وفي الرواية أحيانا. إذن أنت أديب ومؤرخ، هذين العنوانين هما الأقرب، وحتى أيضا يعني نعتمدها ويعتمدها الزملاء في كتاب السيجى هذه هو الحلقة. هذا التشخيص الدقيق. طيب، الذي أنا يعني أحبذه وأنحاز إليه. تمر علينا الذكرى السنوية يعني مرور قرابة العقد 9 سنوات على اجتياح التنظيم الإرهابي إلى الموصل، وهي ذكرى أليمة طبعا، لكن الشيء المفرح بأننا قد تخلصنا من هذا التنظيم، لكن بالتالي خسرنا الكثير على المستوى البنى التحتية، وقبلها البشر قبل الحجر. ابن الموصل السيد نجمان، ماذا يستذكر من تلك المرحلة؟ كيف مرت عليه تلك السنوات؟ وأنا حقيقة كلما دهمتني الخطوب والنوائب والمصائب، أستعين بزهرة قلبي وألجأ إلى نور أعماقي لكي أحول أي نكبة أو أي مأساة إلى إبداع وإلى تاريخ نفسي وروحي يحاول أن يخترم قشرة الزمن الخارجية ليمتد إلى أعماق المستقبل. هذا حصل معي عندما كنت صبيا أرتع تحت رماد سماوات قرب من النهر الذي يجاور بيت جدي على أمتار منه. كتبت ذلك النهر الغريب عن الفقر والبؤس والشقاء وعن طفولتي وأزماتي، وكتبته لاحقا رواية حجابات الفاو عندما حوصرنا في مملحة الفاو إبان الحرب العراقية الإيرانية، وكتبت غزال حب والموت عندما أصبت بمرض قاتل في الغدة الدرقية. ألف سلام عليك. الله يسلمك ويعطيك الصحة والعافية. وحولته إلى كتاب غزال الحب والموت، وكتبت عن مجانين الموصل لكي أسحب اللحظة الماضية إلى اللحظة الراهنة وأنير هذه اللحظة المفجعة. إذن تفاصيل الرهيبة. الأشياء كانت حاضرة لدجلة مثلا، يعني تأريخ مع حضرتك وأنت تحاول أن تخفف المعاناة، سواء كانت معاناة الحرب أو معاناة المرض وغيرها، كان العراق بجزئياته حاضر. نعم، في كل التفاصيل. نعم، كان حاضرا روحيا وعقليا، ويعني كان يسري في دمي أغنية لا تنتهي. طيب، خليني أرجع إلى هذه الذكرى الأليمة. ما الذي يجعل مدينة مثل الموصل تكون عرضة للتطرف، ويعني بالتالي يستطيع هذا التنظيم أن يفرض أفكاره وسطوته بالسلاح عليها، ونحن نتحدث عن أم الربيعين؟ الحق أقول لك وبصدق ومن خلال مد يدي إلى
جمر الموقد في الموصل. نعم. الغالبية العظمى والساحقة من أهل الموصل ترفض التطرف وتؤمن بالتكامل مع كل الأديان والطوائف وفي الحوار الحضاري. أذكرك يا زميلتي العزيزة بأن الموصل في كل تاريخها منذ الآشوريين، لا بل منذ سلالة المياه الأولى وحتى اللحظة الراهنة، لما استشهد اقتتالا طائفيا ولا مذهبيا ولا دينيا ولا عرقيا، ولنتذكر معا حملة نادر شاه عندما جاء إلى الموصل، وكيف أن أهل الموصل هرعوا من كل قراهم بكل أديانهم وطوائفهم وقومياتهم، وحصدوا الحصاد مبكرين وجاءوا إلى المدينة لكي يدافعوا عنها داخل أسوارها، ورغم وعلى الرغم من آلاف القنابر التي سقطت عليها، إلا أن كل هؤلاء من كل الأديان والطوائف كانوا يبنون ويرممون سور الموصل بالليل بأجسادهم تندمج مع الجص ومع مادة البناء. الموصل مدينة متكاملة متفتحة. الآن لنذهب إلى أي بقعة من الموصل، إلى الفيصلية، ستجدين هنالك كنيسة، جوارها حسينية، جوارها مسجد. في الموصل هذا أين؟ في الموصل، في قلب الموصل، في المركز، وليس وليد الآن، وليد مئات السنين. إذا ما ذهبت إلى سهن نينوى فستجدين المئذنة والصليب أو الناقوس والأذان هناك، وستجدين كل الطوائف أيضا، هو تنوع بالتالي، تنوع ومتعايشين. ولم يحصل على الإطلاق أن يقتتلوا أو تحاربوا، بل كانوا يتكاملون ويرفضون بعضهم بنور المحبة. للتاريخ للحديث خصوصا في قضية الموصل لم يكن هناك اقتتال، وكان سيطرة لتنظيم متطرف. نعم. فرض أجندته سواء كان العقائدية أو يعني أجندة التطرف على الشعب، وبالتالي شعب الموصل كانوا ضحية. لكن حتى لنفند من هنا الكثير من خطابات الكراهية التي تتحدث مرارا وتكرارا عن أن أهالي المدينة هم من استقطبوا، هم من رحبوا، هم من جلبوا، لنفكك تلك ربما العبارات ونجيب المشاهد ليكون على بينة. أنا يعرفني أصدقائي ويعرفني طلابي ويعرفني الكثير والكثير جدا من العراقيين وربما العرب، نسبة ملوحة النفاق في دمي قليلة، لأني واجهت الموت، ومن يواجه الموت لا يخسى شيئا. بل أحسنتي، صدقيني عزيزتي أنه الغالبية العظمى من أهل الموصل رفضوا ويرفضون التطرف، وليس في تاريخهم ما يشير إلى ذلك، لأنهم يدركون أن في الدين الإسلامي وفي كل أديان المسيحية سلام ومحبة، في الدين الإسلامي لا يوجد لا في القرآن الكريم ولا في الأحاديث النبوية الشريفة ولا في قواميس اللغة العربية ومعاجمها أي شيء يشير إلى الإرهاب. يعني قواميسنا وثقافتنا تخلو من كلمة الإرهاب حتى، لا نعرفها، لأن هذه مسألة. طيب. أنا أسأل من؟ واسألي معي يا زميلتي يا طيبة. وأنا هنا أسأل. اسألي معي، من جاء بهؤلاء المتطرفين؟ طيب أنا أسأل هنا. القوى المعادية لنهضة الأمة ولي انبعاث الأمة وإلى التصدي لأي بقعة نور تكمن في أي مكان من أماكن تواجد الأمة. فكر خارجي استعان بأقلية أو ربما البعض ممن غرر بهم أو ممن يعتقد ويؤمن بهم، فسر لي أكثر. أنت تقول هو فكر بالأخير، هو فكر، هل هو فكر دخيل هو وخارجي؟ فكر أنا أعده فكرا مجلوبا ووافدا ومستزرعا وهجينا، لأني أدرك ما هو الإسلام. أنا مختص. ما هو الإسلام؟ سنة. ما هو الإسلام؟ هو التسامح، الانفتاح، أن تسلمي أمرك أنت وبقية البشر إلى الله. الإسلام يؤمن بمحبة البشر جميعا بعيدا عن الطوائف والقوميات والأديان والأجناس. لنتذكر
العرب المسلمين في فكرهم الصوفي مثلا، وهم المثقفين الصوفية، كانوا يقولون أن من يحب الله يحب كل خلائق الله، ولهذا كانوا لا يدعون بالهداية للمسلمين فقط، إنما لكل أهل الأديان الآخرين يدعون لهم، لا بل يطلبون لهم الرحمة والعفو كما يطلبونها للمسلم. نحن ديننا قائم على التسامح والانفتاح، وليس لدينا ما يشير على إطلاق قتلك إلا مفردة إرهاب. أما هذا الشيء المستزرع، نعم هنالك من غرر به، هنالك من يحمل فكرا أساسا مجرثما، مجرثما، فكر مجرثم غير سليم، لكن أعطيني نسبة مقارنة مع الأغلبية. والله سأحكي لك، في منطقتي، أنا دائما أقيس الأشياء. أنا في منطقتي الشيخ فتحي هي مسقط رأسي الشعبية، ولكن منطقتي الأخرى تحولنا إلى البلديات بحي الكفاءات مدرسة الجامعة. في هاتين المنطقتين أنا مقياسي كيف، وأخوتي وأخواتي ونسبائي وعدلائي وابني الدكتور محمد وأصدقائه، صدقيني صدقيني صدقيني، بين كل 100 شخص ستجدي شخصا واحدا أو لا تجدي. أنا مثلا في عائلتي، وأقولها من فمي بكامل كبرياء، لا يوجد أي واحد استطاع التنظيم أن يجره إلى الوقوع في خطيئة فهم الإسلام بشكل مغلوط، ما استطاع على الإطلاق، ما استطاع، لأنه متفهم الإسلام وقد ربي تربية نبيلة ونظيفة وطهور، تؤمن بفكرة التكامل وتؤمن، وهذه نقطة مهمة جدا جدا، بالإسلام الحضاري. ما قلته قبل قليل، الإسلام هو السلام بالأخير. نعم. طيب نستغل الوقت أكثر بالحديث عن الموصل. الموصل بعد 4 سنوات من عملية استعادة وعمليات الاستعادة والتحرير عادت إلى حضن العراق الدافئ، ومن بعد 4 سنوات من المعارك الاستعادة وإعلان النصر، ماذا يمكن اعتبار الموصل يوم 2023؟ هل هي تعيش فترة نقاهة؟ وإن كانت نقاهة متى تستعيد ألقها؟ جميل هذا السؤال. الموصل لن تكون حتى في أحلك الظروف بعيدة عن العراق، لأنها رئة حتى للعراق. وقت الاحتلال، حتى في وقتها كنا مترعين بالحنين إلى المركز، إلى بغداد لؤلؤة الدنيا وعاصمة الأرض في العصر العباسي، وإحدى العواصم العظيمة في العصر الحديث. هذه مسألة الموصل عنقاء كما تعلمين. الثقافة والإبداع في الموصل لم يكفى عن الإشعاع، يعني أقول لك بكامل الصدق والأريحية أيضا، أن هنالك مئات النصوص الإبداعية في شتى ضروب الإبداع قد كتبت وأنجزت للفترة التي نتحدث عنها. أهل الموصل كانوا يقاتلون بالإبداع، بالفكر، إبان فترة الاحتلال. نحن قسم من نحن صدرت حين ذاك عندما كنا نشرف على طلبة الماجستير والدكتوراه، صدرت أوامر وتعليمات بلغنا بها أن من لا يترك الإشراف على هؤلاء الطلبة لأنهم يرتبطون ببغداد المركز فعقوبته الخيانة العظمى. والخيانة العظمى الإعدام، الإعدام يعني إقامة الحد بالضبط الإعدام. بس كنا صدقيني نحتال ونحتال ونحتال على هكذا قرار، بأن نصور بأي شكل من الأشكال. كان ماكو انترنت مقطوع. كيف تواجهون هذه القوة؟ نحن نعترف بأنها يعني قوة هشة، واستطاع الجيش العراقي وباقي القوى المسلحة أن تدحرها، لكن بالأخير نتحدث عن قوة عقائدية قوية. كيف استطعتم أن تقفوا بوجهها، خصوصا وأنتم تصدرون فكرا وثقافة مغايرة وتهدد وجودهم؟ نحن بالنسبة لنا حين ذاك لم يكن متاحا لنا أن ننشر ما كتبنا، ولكن كنا نكتب بأسماء مستعارة أحيانا. الكثير منا كان يكتب بأسماء مستعارة وينشرون إذا أتيح لهم المجال، بالإبداع، بالتسامح، بالانفتاح، بالإدراك الحقيقي لجوهر الدين وليس للقشور، للإمساك بالأعماق وليس بالظاهرة السطحية. الفهم يعني كيف يمكن لنا أن نحب شيئا أو ننحاز إليه، أي
أيا كان كائنا بشريا أو غير كائن بشري، عن طريق المعرفة. المعرفة هي التي تقودنا للحب. نحن نعرف ديننا ونعرف حضارتنا ونعرف جذورنا ونعرف كيف نمسك بسلالة المياه الأولى وكيف نسري إلى المصبات الفاتنة. لن نكن لنحمل عقلا مجرثما ولن نكن مهيئين على الإطلاق. يعني الآن نحن الموصل دفعت آلاف مؤلفة من الشهداء. انظري إلى الخسفة. الخسفة وما فيها الآن البشرية. أين هي البشرية التي جاءت بهم ودمرت العراق والموصل؟ أين من الخسفة وأين من العراق وأين من التدمير الذي لحق بالموصل؟ على الأقل الخسفة واضحة رغم بشاعة هذه الجريمة. نتحدث عن المقابر الجماعية التي لا زالت حتى اللحظة لم تكتشف، يعني في طور التنقيب. مضبوط. كان للمثقف دور بارز إبان الأزمة، إبان وقت الاحتلال والاجتياح، لكن حدثني عن دور المثقف بعد إعلان النصر. احنا في مرحلة بناء، كاتف المثقفون مع بعض. يعني أنت تعرفين جيدا أن المثقف هو مفصح عن آلام ومعاناة وعذابات وصبوات الأمة، وهو ضمير الأمة. أودعت رسالة بين يديه لكي يفصح عن مكنون عقلها وقلبها. احنا كنا من البداية واجهنا الاحتلال المركب، الاحتلال الأمريكي الأطلسي، وقاتلناه بأفظع ما يكون ونشرنا قصائد. أنا شخصيا اعتقلت وأتشرف 2003 كان محتلا أو محررا؟ لا احتلال. أنا بالنسبة لي احتلال. وكتبت هذا الشيء وقلت لمن اعتقلني وسجنني، قلت له أنه هذا احتلال وحاكموني يعني ولم يجدوا عندي أي شيء. وكتبت رواية موسيقى سوداء وشكرتهم. حتى المحقق قالت لي: ما تشكرني؟ قلت لها: لأنك هديتني رواية حتى أكتب عنكم وأوضحكم. وكتبت مزامير الظلام ديواني. في يوم من الأيام أحد الجنود الزنوج قال لي: إحنا we came to free you، جئنا لنحرركم. بالضبط. وأنه أنا عندي خطيبة وعندي سيارة فيات، أنتوا خليتوني جئين دموت وأصدقائي بيموتوا وتقتلوهم أنتوا بالمقاومة العراقية. لماذا؟ فقلت له: يا أخي، أنا لست ضدك ولست ضد ثقافتك. أنا أحب إرنست هيمنغواي وأحب ريسكين كالدويل وأحب ويليام فوكنر وأحب الشاعر العظيم شاعر أمريكا القومي المدهش والت ويتمان، وأحفظ لهم وتعلمت وتلمذت على أيديهم، ولكني لا أحب بوش ولا أحب المحافظين الجدد. لا أكره من جاء بكم إلينا. بالضبط. أنا لا أحب بوش الذي يؤسس لسياسة عدوانية. أنتوا هذول، أحب هؤلاء البشر الأسوياء الذي يؤمنون بضرورة احتضان القلب البشري، أما هذا يريد أن يهرس ويطحن القلب البشري. على هذه النقمة والكراهية كأنك تحمل كل ما يجري اليوم أو بأغلبيته إلى جورج بوش الإبن؟ والله على حتى أكون معك دقيق، أنت تدركين أن العراق دولة مؤسسة. نعم. مضبوط؟ في عصبة الأمم و مشاركة في الفعاليات الدولية. الآن يقيمون الدنيا ويقعدونها لاجتياح بوتين لأوكرانيا. ويظهر بلينكين وغير بلينكين ويقولون: هذا اجتياح وهذا غزو، ما يجوز دولة عضو ومستقلة ذات سيادة، عضو بالأمم المتحدة ذات سيادة، تجتاح بهذا الشكل الهمجي والبربري. ناسين أنهم أول من فعل ذلك. طيب، الأمم المتحدة عندما سمحت لهم بالاجتياح قالت أنهم مسؤولون عن ذلك. المسؤولية لماذا؟ ازدواجية المعايير. دعني أعود إلى الداخل العراقي أفضل وعلى مستوى الاستفادة. أنا شرعت الحلقة بتساؤل: نحن ندون ونكتب التاريخ، لكن هل نستفاد من تجاربه؟ هل استفاد الموصليون على الأقل مما حدث في حزيران 2014؟ بالتأكيد. يعني التاريخ كما قال مرة الشاعر الجزائري الكبير الراحل مالك حداد: التاريخ مكبل والتاريخ يولد مقيدا بسلاسل الأغلال. كيف يمكن لك ولي أن تفك هذه الأغلال؟ كيف؟ بالتنوير، بالانفتاح الوطني والقومي والإنساني. نعيش حالة تنوير الآن ولا لا؟ لا والله،
للأسف الشديد أكو بوادر، توجد بوادر. العراق ما كان لينطفئ إشعاعه على الإطلاق، أذكرك. نعم. تسقط بابل فتنهض آشور، تسقط آشور فتنهض الحضر. إذن نكبة الموصل هي ليست الأولى والأخيرة. لا، ولن تكون الأخيرة. لن تكون الأخيرة. أتمنى أن تكون الأخيرة. إن شاء الله، إن شاء الله. طيب، يعني نقدر نخلص هاي النتيجة بأنه العراقي شغوف بالتاريخ لكنه، آسف على هذه المفردة، راسب في هذه المادة عددناها كمادة. هو مسألة جميلة. يعني هذه الإشكالية التي أثرتها. أكثر أمة في تاريخ البشرية كتبت تاريخها واهتمت بالتاريخ ودونت التاريخ هي الأمة العربية. العرب المسلمون كتبوا تاريخا لكل شيء. تاريخ الأطباء، تاريخ الفقهاء، تاريخ المحدثين، تاريخ السلاطين، تاريخ الشعب، تلاحظين، تاريخ الصوفية، تاريخ الأشعرية، تاريخ الإمامية، كل أنواع التاريخ كتبوه، تاريخ الحضاري. هاي الأمة، نحن أمة مجنونة بالتاريخ. هذا واحد. اثنين، العراقيون منذ بابل والعراق القديم كان أول من دون التاريخ واهتم بالتاريخ وأول من اهتم بالثقافة. وأذكرك بأن أول حرف كتب في تاريخ البشرية في العراق وأول مؤسس لأول مكتبة عظيمة هو ملك عراقي آشوري آشور بانيبان، واللي كان أنشأ القواميس، وكان حين ذاك المثقف هو رجل الدين الكاهن أو الكاتب بالكتاب اللي اشتغلوا. نحن المدرسة العراقية بالتاريخ خاصة البصرة وبغداد بالدرجة الأولى حقيقة، ومن ثم الموصل، أنجبت عمالقة المؤرخين في تاريخ الأمة ومبدئ من أساطين التاريخ بالعصر الحديث أيضا. أفضل مدرسة في التاريخ على الإطلاق هي المدرسة العراقية. لا يوجد في كل الوطن العربي من يضاهي هذه القامة الباسقة لعبد العزيز الدوري الله يرحمه، ولا لصالح العلي رحمه الله. ربما لغزارة الأحداث، لغزارة الأحداث وللنباهة والذكاء وللإرث الذي يؤسس عليه. نعم 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 نعم. هاي مرات على مر التاريخ، وأنا أحاور عذرا مؤرخا مهما، يعني على مر الأنظمة التي حكمت العراق، أقصد هنا أعود تاريخيا إلى حتى آلاف السنوات قبل الميلاد، أي مرحلة وأي حقبة تاريخية مر بها العراق كان نظاما متوازنا، يعني أقصد هنا توزيع عادل للثروات، هناك إيمانا بالسلطة، وهناك أيضا سلطة تؤمن بحقوق شعبها، على مر التاريخ في أي مرحلة؟ والله هذا سؤال مركب وشائك وجميل، وأيضا فيه لغم أو أكثر من لغم، وأنا أحب الألغام، أحب السير على الألغام، أحب السير على الألغام، لأنه تاريخنا المعاصر مليء بالكوارث صراحة. أقول لك، ارجعني إلى الوراء أستاذنا. أعود بك يا آنستي النبيلة المضيئة إلى الوراء، لأنه دائما نحن نحتكم إلى التاريخ عندما تثار أسئلة شائكة ومعقدة معاصرة. حتى نجد الإجابة ونؤول التاريخ كما نشاء أحيانا. يعني فقط أذكرك بمسألة لعلها غائبة عن الكثير من الذين يدرسون تاريخ العراق. تتمثل فيما يلي. إذا استثنينا فترة الخلفاء الراشدين والعصر الأموي، إذا استثنينا هاتين الفترتين وفيهما كان الحكم عروبيا إسلاميا، أنت معي، عروبيا إسلاميا، العرب كانوا يحكمون أنفسهم. في العراق يوجد، حتى لا نقع في خطيئة الإعمام والمصادرة، يوجد شخصيات وطنية وتيارات وطنية وأحزاب وطنية تؤمن بوحدة العراق وبنهضة العراق وبعروبة العراق وبإسلام العراق الحقيقي الموحد البعيد عن كل شيء، ولكن حضورها نتيجة التدخل الأجنبي. الصوت مكتوم، مكتوم ومختنق، شبه مختنق، ولكنه لن ينتهي، لن ينتهي في تقديري، لأن قدر العراق، ومن يدرس التاريخ يعرف ذلك، قدر العراق أن ينهض من كل الكبوات وأن يكون العنقاء التي تولد من رماتها.
وأنت يعني قدتني في الحديث إلى الفترة العباسية والأموية، أركز على العباسية. هل ممكن أن نشهد فترة اقتصاد ناجحة أبان تلك الفترة؟ يعني الوضع كان اقتصاديا بالمستوى المطلوب؟ والله أيضا سؤال جميل هذا، وكنت أتمنى أن أسأل هذا السؤال. أنا سألت لأنه من خلال متابعتي لحضرتك وأنت رسالة الماجستير عن اقتصاديات الدول الإسلامية، فهل نحن نعيش الآن، أو الدول العربية والإسلامية، هل فعلا ربما العصر المقبل هو عصر الدول الإسلامية أو الدول العربية؟ أنا أحكي لك الآن، يعني يروج لذلك ترويج أن الإسلام لن ينتج نظاما اقتصاديا سليما أو معافى، وهذه خطيئة فيها إعمام. أمامنا الآن إندونيسيا وماليزيا من أكثر الدول تطورا اقتصاديا، إذن ليست المسألة مسألة إسلام أو غير إسلام، مسألة أيضا نعم مسألة أنظمة يعني رشيدة. بالنسبة للحضارة العربية الإسلامية في العصر العباسي، أنت تعرفين أن بغداد كانت عاصمة الدنيا، لؤلؤة العالم، وكانت مدينة كوزموبوليتية عالمية، كل الأديان والقوميات بها، وكان اقتصادها مزدهر جدا جدا جدا. وكتب أبو يوسف القاضي كتابه العظيم الخراج، وكتب يحيى بن آدم القرشي الخراج، وكتب محمد حميد بن زنجويه، وقبله كتب أبو عبيد القاسم الأموال، أول موسوعة اقتصادية في العالم كتبت. حتى أن كارل ماركس كان يعود إلى كتاب الأموال ويضع ملاحظات عليه قبل أن يكتب رأس المال. فتصوري مؤسس المادية التاريخية والفلسفة الماركسية وأبو الاقتصاد العالمي يعود إلى أول مؤسس وأول واضع لأعظم موسوعة اقتصادية منبثقة عن الواقع هو أبو عبيد القاسم السلام. بغداد في العصر العباسي كان هنالك نظام نقدي، وانطلاقة نقدية أوشكت أن تكون رأس مالية، ولكن أجهضت بالتدخل الأجنبي. كل هذا الإبداع وكل هذا التطور على المستوى العمراني والاقتصادي والفكري والثقافي، أتحدث عن العصر الراشدي وأيضا العباسي، لماذا اليوم العراق يعتبر بحسب بعض الواصفين بأنه حديقة خلفية للأجنبي أو لدول الجوار أو لدولة جارة؟ جميل جميل جدا، هو هذا دول الجوار والأجنبي معا. يعني أنا فقط أشير إلى مسألة أثرتها في سؤالك الأول، ومن ثم أنا أعطف إلى أتعاشق وأتكامل مع السؤال الثاني. تحدث عن اقتصاد الدولة العباسية، كان أعظم اقتصاد في العالم حينذاك، في العالم نعم على الإطلاق. أوشكنا أن ننتقل من الاقتصاد التجاري الريعي القائم على ريع الأرض، لأن الأرض عين المال كما يقولون حينذاك، إلى اقتصاد رأسمالي. هنالك معاملات ائتمانية، سفاتج، صكوك، حوالات، تأمينات، كأنها في العصر الحديث. لأنه أنت تذهبين إلى الصين وإلى الهند وإلى المغرب والأندلس وتجرين، والمرة كانت تجر بالمناسبة. والله أنا يعني جد أشعر بالحيف، وأشعر بحالة يعني سيئة وأنت تستعرض ذلك، ونحن من الدول المتأخرة حتى على مستوى الشرق الأوسط في موضوع الائتمانات والنظام البنكي المتأخر مع الأسف. لماذا؟ هنا نقول العصر العباسي بهذا الازدهار والانطلاقة الاقتصادية اللي أذهلت العالم، وكتب عنها كثير من مؤرخين ومستشرقين منصفين في كل دول العالم. بالعصر الحديث هذا الاقتصاد المزدهر اللي راد يتحول لاقتصاد رأسمالي نقدي لم يسمح له بالانطلاق، لأن جاء الأجنبي ونهب ثروات الاقتصاد حينذاك وثروات العراق وحولها إلى أيضا دول الجوار، وأيضا حطم الاقتصاد التجاري النقدي، رجعوا الاقتصاد الزراعي إقطاعي، لا بل أتعس إقطاع عسكري، والإقطاع العسكري يجلب معه قوانينه القائمة على وراثة الأرض والملكية وسرقتك وسرقتي وإلغاء الاقتصاد. الآن في العصر الحديث يحصل هذا معنا. نحن الآن أيضا العراق عرض منذ بريمر وحتى الآن إلى أكبر عملية نهب في التاريخ. نهب تاريخه لكن حضارته لن تنهب. عظيم.
عظيم هذا الوصف. أستاذ، في عام 1997 صدر لك كتاب تأريخ الجنس في الدين الإسلامي. هذا الكتاب شوية أو هذا المؤلف مثير للجدل، يعني أنت يمكن تخطيت فيه تابوات كثيرة. أتحدث، ما زلنا نعتبر هذه التفصيلة ضمن التابوات؟ هذا أيضا سؤال يعني حقيقة أيضا دقيق وحلو، والله لا أجاملك، اللي قلت لك نسبة النفاق في دمي قليلة بس حلو، وأريد أتحدث عنه هذا حتى أوضح. هذا الكتاب أنا كتبته أشبه ما يكون برد حضاري علمي موثق على طروحات سلمان رشدي في كتابه آيات شيطانية، لأنه هو لم يكن، هو رواية ممتاز ولكنه ليس مؤرخا، ضحل في تفكيره التاريخي وملفق وكاذب. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا، ولم تكن السيدة عائشة هكذا، ولم يكن الإمام علي هكذا عليه السلام، ولم يكن كل هؤلاء الكبار العظام في تاريخ الأمة رموزنا. شخصت المغالطات من خلالها. أنا كتبت بطريقة غير مباشرة لأني لا أريد أن أشرفه بأن أقول هذا الرد على سليمان. لكنك بشكل غير مباشر كتبت شخصت هذه الإسلام المغالطات. بالضبط، كتبت عن الإسلام في بيئة توطنه الأولى عندما كان نقيا طهورا نبيلا نظيفا قبل مرحلة الاصطدام الحضاري وقبل أن يتجرثم من قبل العنصر الأجنبي. بيئته في مكة والمدينة والطائف الحواضر الثلاث الذي احتضنوا وخلال المئة السنة الأولى، وقلت كيف كانت العلاقة بين الرجل والمرأة، كيف كان زواج الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كان زواج الصحابة رضي الله عنهم. أتلاحظين بأدلة وشواهد ونصوص وليس من عندياتي، رجعت إلى كتب تفسير القرآن الكريم أسباب النزول والحديث النبوي الصحيح وكتب السنن. أنت تصحح مغالطات بشكل غير مباشر. بالضبط. هل نحن اليوم ندفع ثمن الكثير من النصوص المغلوطة والروايات غير المسندة وأيضا الخطابات الكراهية التي تعمم والكثير من غرر به؟ ونحن قبل قليل كنا نتحدث عن من غرر به. نعم، إبان نعم. داعش. نعم. ما زلنا ندفع المشكلة ثمن؟ المشكلة منذ نشأة الإسلام ومنذ بواكير الإسلام وتحديدا منذ عصر الراشدين بدأت تنشأ أحزاب إسلامية تتقنع جميعها بقناع الدين، تمرر أهدافا سياسية ودنيوية ولكن تحت غطاء وقناع الدين. هذه مشكلة وهذه خطيئة، لأن الإسلام لا يتحمل ولا يحتمل هكذا الشيء. الإسلام حضاري منفتح ومتفتح على الجميع. الإسلام رؤية ورؤية، يعني نحن الآن كل واحد منا ينظر للإسلام من منظاره. نعم. الماركسي ينظر إليه نظرة مادية ماركسية، الإسلامي نظرة إسلامية، الليبرالي نظرة ليبرالية. نعم. القومي نظرة قومية. يعني كما قال الإمام علي عليه السلام مرة أن القرآن حمال وجهه. حمال وجهه حمال وجهه. وجهه. الإسلام محمل وجه، أنت تجدين فيه ماربك وأنا أجد ماربي، كل يجد مصلحته. أحسنتي. أستثمر الوقت مع حضرتك وزملاء، أحد الزملاء يعني ربما نوه لتفصيلة مهمة الآن، هي يبدو حراك إعلامي فيما يخص رصانة التعليم في العراق والمادة القانونية التي تتيح لوزارة التعليم العالي باستحداث تخصصات علمية قد تهدد رصانة التعليم، زج التعليم العالي من خلال قانون الموازنة ربما بحرب أريد من ورائها ربما سرقة المال العام والدخول والغوص في كل هذه ربما الإشكاليات التي من خلالها نهب المال العام العراقي. ما هو تعليق حضرتك على هذه التفصيلة التي يزج من خلالها أو تزج من خلالها المؤسسة التعليمية وتهدد رصانتها؟ نسمع رأيك قبل أن نختم. أنا أشعر بحريق شب في أعماقي عندما أصغيت إلى ما ورد في البرلمان بشأن التعليم العالي. نحن جيلنا والجيل السابق كتبنا بدمائنا رسائلنا وأعمالنا وربينا الجيل الذي بعدنا على ذلك، ولم نكن متساهلين في الحق والحقيقة. الآن نقع في إثم وخطيئة وحتى جريمة أنا أسميها علمية ومعرفية من أجل نزوات ومصالح دنيوية، نحطم
أبنائنا وأحفادنا والأجيال المقبلة، ألا يعرف هؤلاء ماذا أقول عنه؟ ما لا يعرف هؤلاء وهؤلاء الذين لا يدركون ولا يعرفون شيئا أن هذه الآفة، آفة التعليم الأهلي والتوسع فيه بعيدا عن العلمية والنضج والتخطيط، ستلتهم وتأكل أرواح أبنائهم وأحفادهم؟ وصف كلش كبير من عندك. آفة تلتهم أولادهم وأحفادهم، كفيت وفيت، لكن أريد دقيقة أخيرة قبل أن أختم هذا الحوار الشيق مع حضرتك. ونحن في زمن اليوتيوب، السناب شات، التيك توك وكل هذه التطبيقات، تساءلت الفنانة القديرة هديل كامل في إحدى صفحاتها قبل مدة قصيرة، من سيدون، من سيؤرخ، من سيؤرش في المرحلة ونحن نعيش هذا العصر الرقمي؟ الذي سيدون كل إنسان صادق وحقيقي ونبيل العقل والقلب. الحقيقة على الرغم من نسبيتها إلا أنها ستقال ذات يوم، إن لم أقولها أنا ستقولينها أنت، وإن لم تقولينها أنت سيقولها الآخرون. الحقيقة كما نقول مثل الشمس، لا يمكن أن تستر بغربال. ما ممكن لهذا البلد أن يحيا من دون تاريخ ومن دون جذور. نحن انبثقنا مع سلالة المياه الأولى، وقدرنا أن نبتكر وأن نشترح وأن نغني ونحن في قلب الجحيم، إلى مرحلة نهوض جديد دون أن يصيبنا اليأس، ودون أن يمسك بقلوبنا، لأن هم يريدون لنا أن نقمط وأن نيأس، ولن نسمح لهم بذلك إطلاقا. خطاب جريء من حضرتك، وهذا ما وددنا أن نسمع. أكرر أيضا رسالتك سيد نجمان ياسين الكاتب والمؤرخ، بأن آفة التعليم العالي وتهديد رصانة التعليم ستلتهم، هي آفة ستلتهم الأبناء والأحفاد، فاتقوا الله بأجلنا. السيد نجمان ياسين، شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا لقدومك. أشكرك على هذا الحوار التلقائي والعفوي والذي لم نخطط له. شكرا جزيلا لحضرتك، جاء بشكل جميل تلقائي. نورت. شكرا جزيلا مشاهدينا على كرم المتابعة، لقاء يتجدد في حوارات أخرى. هذه زينب ربيع، تستودعكم الله إلى الملتقى.